تعرف على كيفية إنشاء حساب مزود على منصة Equity Copy. اذهب إلى equity.com للبدء. إذا كان لديك حساب في Equity، انقر على تسجيل الدخول لبدء إنشاء حسابك لنسخ التداولات. وإذا لم يكن لديك حساب في Equity حتى الآن، انقر على ابدأ التداول لإنشاء حساب أولاً. سجل الدخول إلى بوابة العميل باستخدام بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك. اسحب الشاشة لأسفل إلى قسم الحسابات وانقر على إنشاء حساب. اختر منصتك ونوع حسابك. قم بتفعيل حساب Equity Copy. اختر حساب مزود كنوع الحساب المراد إنشاؤه. أدخل كلمة مرور بوابة العميل الخاصة بك لتقديم الطلب. تم إنشاء حسابك بنجاح. احتفظ ببيانات تسجيل الدخول الخاصة بك بأمان. يمكنك أيضاً العثور على بياناتك عبر البريد الإلكتروني أو في قسم حسابات Equity Copy في بوابة العميل. انقر على لوحة التحكم أو على Equity Copy من قائمة المنصات لتقوم بتسجيل الدخول. املأ بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك وانقر على تسجيل الدخول. أكمل ضبط إعداداتك في بوابة Equity Copy وانشئ أول عروضك ليتمكن الآخرون من نسخ تداولاتك. تذكر أن الأسواق تتحرك بسرعة وأن التداول ينطوي على مخاطر.